لا تدق لا تلعب. بس بالله يشيك على الصورة بس. خلاص. عليا الهطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. مقطع عبارة عن فوضى يا جماعة، تعرفون ليش فوضى؟ تعالوا كلكم اللي بالعيون والروم، حتى انت تعال مرة يعني اني مرة. المقطع عبارة يا جماعة روم ضد عيال خالتي هذول البوتات اللي واضح عيالهم. خليني اقول لكم عن مين اقوى واحد فيهم صراحة. انا صراحة انا عندك يا زلمة اسطورة. عشان كذا يا جماعة اسطورة مع اسطورة، انا ويا زلمة مع بعض حلو. والسوح ذا يا ياسر، ايوه السوح يا عيال ام الفخامة يا شيخ. شوف صورة الأسطورة. خلي تتحمل. اسمع أمجد صغير. أمجد الشيء اللي يشفع لك إنك حط سكن حقي. الله يسلمك. إنمي يا حق الطول. يلا يزيد. الله. دائما يقول عندي ترى إنمي للأطفال. يلا ابدأ. يلا. مين ذو؟ هذا عبد العزيز. أوكي أبوهم صار 4-4. المقطع ذا عبارة عن فوضى فوضى. يلا واحد واحد. اسمع الحسين قفل المايكات. هاي كم واحد شبك عنتي في بفرق؟ لا عندي لاك، عندي لاك. ابلع الهطف، ابلع ابلع. اوكي دقيقة 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 بس الرسومات نعمة. لا لا تفرج تفرج سيب الجواب سيب الجواب تفرج تفرج سيب الجواب بس ياسر ابلع الهطف ابلع. يلا هذا مين؟ هذا ذبحت ياسر. خل عيسى شكيت امجد وياسر محمد دبلتهم صورتي. والله دجلت كنت ياسر محمد. ايزي شو شكلها بدأ صف؟ ايزي شو الثاني؟ ابلع ابلع. يا خير يا حمود قهر صح قهر صح يوه. مين بيجيك طاوة؟ يا غشاش يا هطف يا صغير فراس. ايزي ايزي فراس تعال تعال ابلع 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 تعال اشارد اشارد اشارد. يا مقطع رب فوضى صادق. لا وين ذبح عيسى عشان معفن؟ لا وين حرام عليك. لا يا زهر اتركني يا زهر. يا زهر ذبح لي نور عشان معفن. مصيبة. ابلع ابلع. اللي ضدي ايش بوتا امجد شوف امجد.
تعال 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 ليش يا حرام؟ يا عيال امجد معلق يروح يفضي الشلات يا عيال. يا جبوني 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 يا عيال. ايه من هذا اللي لابس بلوزه صفحه؟ يا الله يا اللاك ابلع. وقت التعريق وقت التعريق وقت التعريق. تعال دقيقة دقيقة وقت التعريق تكبير. الأخير طوى 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 الأخير طوى جبانة 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 اذبحوهم اذبحوهم اطلع يا جماعة. هنا وهي وصلنا نهاية المقطع. حلو إذا تبغون جزء ثاني اكتبوا تحت في التعليقات نقسم مع بعض ورب الكعبة مستحيل يفوزون علينا. طيب تعالوا يصلوا لا تهون.